Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sur parcours de français de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons la page 19 concernant la rédaction d'un canva d'un compte. Donc هنايا عندنا واحد لو canva خصنا نملؤها. اذا كما قلنا في الحصه السابقه حنايا دابا ماشي خصنا نحكيو ما خصناش نحكيو على الكان على لو كونط فقط كنختاروا هاد لا ستريكتور هادي فقط كنملؤوا. يقدر في الذهن ديالي دابا انا عارف واحد لو كونط وقريته ولكن كنخرج منه دوك العناصر الرئيسيه ديالو. دونك العناصر كتسمى لي زيليمون ديال لو كونط. مثلا انا عارف واحد لو كونط قريته وغادي نخرج منه لا لو بيرسوناج برينسيبال وغنكتبو هنا. وعندي مثلا لو ليو فين داز داك ليستوار ثم غادي نكتب ليفينمون ثم لينمي ثم هذا هو اللي مطلوب في هاد الاخر. ماشي مطلوب منا اننا نصايبو لو كونط سني با نيسيسير. دابا هاد الشيء غادي يكون في لي سيكونس بروشين. دونك دابا هنايا حنا غنختارو كوم بيرسوناج برينسيبال مثلا غادي نختارو اون جون في مثلا الشخصيه الرئيسيه غتكون هي لا جون في او لا لا برينسيس سي فو فولي. المكان مثلا غنختارو لا فوغي كوم لو ليو. اذا هنايا في هاد الاخر خص التلميذ يكون كيفرق بين لو ليو ويفرق بين لا بيرسوناج برينسيبال لينمي لامي. هذا هو لوبجيكتيف. لوبجيكتيف هو انك تكون كتفرق بينهم وتكون كتعرف دير دي شوا. ولا بغيتي دير اختيارات عليك بلا باج 17. لا باج 17 فيها جميع الاختيارات اللي سبق لينا شفنا وشرحناها بالتفصيل. يعني هي اللي غتخليك دائما تعرف تختار يعني هذه هاد لاباج هادي فيها جميع الاحتمالات تقريبا الواردة. اذا دابا بالنسبة ليفينمون اناتوندي الحدث الغير المتوقع هنا مثلا حنا غنختارو لو مارياج الحدث الغير المتوقع. لينمي يعني العدو نتاع الشخصية الرئيسية غادي يكون هو في هاد الحالة اللي اختارينا. حنا اختارينا لا سورسيير يعني الساحرة وان عندها واحد لوبجي عندها واحد العصا اكسيتيرا ولا واحد المكنسة. دونك les actions ديال لي بيرسوناج شنو دارو لي بيرسوناج بيان سور سوا البيرسوناج برينسيبال سوا اللي ماشي برينسيبال. مثلا مونج il mange une pomme il tombe sur terre etc etc. دونك يمكن دير بزاف ديال لي زاكسيون. بالنسبه لامي ديال ديال الشخصيه الرئيسيه يعني الصديق نتاعو غادي يكون مثلا حنا عندنا لو برانس هو الامير. La solution ou la fin ديال هاد لاخر ديال هاد الكونت غادي تكون سيليبري ان مارياج. يعني هنايا كان لو مارياج ما غاديش يتحقق ولكن تحقق في النهايه تحقق. يعني كاين هنا انتصار ديال لامي الى بيرسوناج برينسيبال. لا مورال او لا ساجيس يعني شنو هي الحكمه من هاد لو كونت. يعني كاينه اون كونفيونس اونتر مثلا لامي اي لو بيرسوناج برينسيبال. دونك هذا اختيار. يعني انت ما تختارش هاد الاختيارات هادي حاول تختار اختيارات مختلفه. حنا فقط كنعطيو ان موديل. دونك هنايا غادي نمشيو جومي فالي جو بو بارتيسيبي على ريداكسيون كوليكتيف دان كونت. واش انت غادي تقدر تساهم وتشارك في انك تصايب بشكل جماعي واحد لو كونت. واش انت دابا وصلتي للمستوى انك تصايب لي كونط. لو كونط الا كان وي غادي دير وي الا كان نو غادي دير نو. دونك هذا نتايا خصك تيفالي راسك خصك تقوم راسك. جي اونكور دي ديفيكولتي. اذا شنو هما الصعوبات اللي مازالين عندك انك مثلا انا نقدر نقول مثلا بين الصعوبات اللي تلقاهم عند المتعلم انه مثلا شنو هما الصعوبات اللي تقدر تلقاهم عندك. شنو هي الحاجه اللي كتخليك انك ما تصايبش الكونط كما ينبغي اللي كدير لك عائق انك حنا كنتكلموا غير على الكانفا نتاع لو كونط. مثلا بين الحوايج مثلا هذا غير اقتراح مثلا يقدر ليليف يعني نو ديفيرونسي با انتر مثلا لامي الى الانمي يعني بين الصديق والعدو.
دونك لامي اونتر او لا نزيدو هنايا لامي ولا لينمي. دونك هنا مثلا التلميذ ما كيفرقش بين الصديق في الكونت ولينمي. مثلا ما كيعرفش يصيغ مثلا لي زاكسيون ديال لي زاكسيون ولا لا سوليسيون. مثلا ما كيقدرش يصيغ لا سوليسيون يعني il ne peut pas trouver la solution مثلا. إذا داكشي اللي نتايا عندك كوم ان اوبستاكل غادي تكتبو هنا لا ديفيكولتي اللي عندك ne peut pas trouver une solution ديال هاد ديال لا سوليسيون ديال هاد ليفينمون يعني الحل النهائي ما كيستطعش مثلا يصيغو etc. Donc si vous avez des difficultés, il faut les écrire هنايا باش الاستاذ غادي يطلع وغادي يفهم شنو نتايا مازال ما فاهمش باش اعتمادا على داك لي difficultés ديالك كيولي كيبسط لك الامور. Voilà, c'est la fin de la séance.